جيت باش نهضر على واحد الموضوع ديال واحد المشكل عندنا في واحد العقار هذا 56296، كان فيه واحد المشكل ما بين ابراهيم مبارك اللي هو با وعبد الكبير مبارك اللي هو عمي، عندهم مشكل مع شي ورثه. كان واحد الخطا وقعوا ما داروا المحافظ، كانت العقار فيها 20 هكتار 54 سنتيار، هذيك 20 هكتار 54 سنتيار. ديك الساعه جا واحد القرار من محكمه النقد باش تحفظ بسميت ابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك. المحافظ اشنو دار؟ عوض فاش باش يحفظ على ابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك، دخل معاهم واحد المجموعه ديال الورثه، حفظ العقار بسميت ابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك، ودخل معاهم هذوك المجموعه ديال الورث. المشكل هذا، هذا الخطا هذا، وقع المحافظ في 1989 وقع هذا الخطا، دار المحافظ ابراهيم مبارك، ناض ابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك، داروا دعوة ضد المحافظ على هذاك الخطا اللي داير في 1989. حكمت المحكمه على المحافظ باش يشطب على هذوك الاسماء ويسجل العقار بسميه ابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك. شدوا ابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك، شدوا هذاك الحكم من عند واحد المحامي اللي هو تكلف لهم ديك الساعه بالدعوه، ساق لهم واحد المحامي ولد المنطقه، ساق لهم الاخبار بانهم راه عندهم هذاك المشكل وراه عندهم حكم بفائدتهم كذا. شد من عندهم هذاك الحكم، قال لهم انا غادي نتكلف لكم بهذه المهمه. هذا الشيء في 1991. فاش يلا فتح هذاك المحامي اللي هو المنطقه، يلا فتح البيرو ديالو، فتح البيرو ديالو وشد من عندهم الملف، وقال لهم انا هاد الاجراءات غادي نكملهم، سميتو غادي نفذ على المحافظه ونديروا وكذا كذا كذا، غنكمل لكم الاجراءات ديالكم حتى يتحيد هذا المشكل هذا. شد الملف، منفذ ضد المحافظ، خلى الملف عنده. ابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك ما قدروش يهضروا معاه لانه هو ولد المنطقه وحشمانين منه، هو تيقول لهم اليوم غدا هاد الشهر هذا كذا كذا كذا، مده تقريبا واحد حتى 2001 و2002 بداو المشكل، بان المشكل والناس بيطهروا العقار بيشوفوا بيحيدوا المشكل ديالهم. ابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك بيحيدوا المشكل ديالهم، مشاو عند المحامي اللي هو ولد المنطقه اللي شد من عندهم الملف، قالوا لي اودي الله يخليك اشنو درتي لينا في الملف. ناض المحامي شنو داير؟ المحامي ناض رفع دعوى ضد هذوك الورثه اللي هما سميتو اللي هما دخلوهم المحافظ بالخطا، حجز لهم دار التقييد الاحتياطي وحط واحد الحجز التحفظي، وقدم دعوى في المحكمه ضد هذوك الناس، وكيطلب من المحكمه اما تشطيب على هذوك الاشخاص او يخلصوا التعويض ويبقوا في العقار. الخبره حكمت المحكمه بالخبره باش تخرج الخبره لعين المكان باش يشوفوا التعويض اللي غادي يخلصوا لابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك. مشات الخبره، حكمت المحكمه بالتعويض لفائده من؟ لفائده عبد الكبير مبارك وابراهيم مبارك. حكمت المحكمه بالتعويض، وقف الملف هنا. المحامي المعلوم اللي شد الملف ناض مشى هضر مع دوك الناس اللي هما المحجوزين، مع دوك الورثه اللي هما تينوب ضدهم، تفاهم معهم، شرى من عندهم هذاك العقار باش داخلين بخطا، وتيقول في العقود باش شرى من عندهم بانني سنتحمل نتائج نتائج الحكم، فسميتو انا غادي نشري من عندكم وانا غادي نتفاوض مع 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 الاشخاص اللي هما تيتسالوكم الحق، تيتسالوكم التعويض ديالكم. ابراهيم مبارك مات في 2004، عبد الكبير اي تعليب مبارك توفى في 2012. حنا دخلنا عدد، حنا كورثة ابراهيم مبارك دخلنا عدد الإيراث ديالنا للمحافظة من تاريخ الإيرث الى الان، حنا ما عندنا حتى شي دعوه في المحكمه.
شرا هذوك اسميتو، جا واحد النهار قال لي كودي انا غادي نشري من شرا من عند المحجوزين، وقال بانه انا غادي نتحمل نتائج الحكم وغادي نخلص لكم التعويض ديالكم وغادي تعطيوني التنازل على الحج التحفظي والتقييد الاحتياطي. مزيان، جا جاوا الورثه ديال ابراهيم مبارك، حنا بينا نبيع، قال لك غادي تبيعوا ليا، بعنا ليه الاسهم اللي كنورثو من ابراهيم مبارك، حيت حنا في العقار عندنا فيه جوج الحقوق، عندنا الاسهم اللي ديجا ديال ابراهيم مبارك ورثناهم، وعندنا الحج التحفظي باش حكمت المحكمه التعويض ديالو حتى هو ورثناه من ابراهيم مبارك. حنا كورثه ابراهيم مبارك بعنا المحامي، بعنا ليه الاسهم ديالنا، واخر عقد درناها مع 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 المحامي لانه سميتو اخر عقد درناه معاه تنقول له بان الحج التحفظي والتقييد الاحتياطي ما دخلش البيع والشراء، راه بقى ديالنا، وهالحجه راه كاينه، وهالعقد اخر عقد راه هو كاين، يعني السيد ولا شرا جميع العقار لا من عند المحجوزين ولا من عند ورثه ابراهيم مبارك، بقى داك الحج التحفظي. حنا كنتسناو المحامي يجي باش نتفاهموا على الحج التحفظي والتقييد الاحتياطي باش سميتو باش نحيدو، باش الا بغى يحيد هذاك الحج التحفظي، لانه واحد النهار اتصل بيا مشيت عنده قال لي الله يكثر خيرك هذاك الحج التحفظي وهذاك التقييد الاحتياطي اللي كاين تما راه مشيت للمحافظه وراه طلبوا ليا تنازل ديال الورثه ديال ورثه ابراهيم مبارك والتنازل ديال عبد الكبير ايت علي بن مبارك. قلت له الله يخليك، بالنسبه للتنازلات ديال الورثه غادي تجي عندي للدار وغادي نجلسوا مع الورثه وغادي تفاهم معهم على التعويض اللي باش حكمت المحكمه وتتقول باش حكمت المحكمه على هذوك الناس اللي كنا شجل ابراهيم مبارك وعبد الكبير مبارك الدعوه ضدهم، غادي تفاهم مع الناس على الحل على 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 سميتو ونعطيوك التنازلات ماشي مشكل. بقات المساله بحال هكا، مشينا في حالتنا حنا تنتسناو السيد يجي عندنا باش يتفاصل معنا يعطينا التعويض ديالنا ونعطيوه التنازلات على الحج التحفظي والتقييد الاحتياطي. حتى تنتفاجئوا بالحج التحفظي والتقييد الاحتياطي تطهر من العقار. نهار تفاجئت بالعقار راه مشى منه الحج التحفظي والتقييد الاحتياطي، مشيت عند المحافظ دخلت عنده قدمت له الرقم ديال 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 الدوسي، قلت له الله يكثر خيرك واحد 56296 فيه واحد الحج التحفظي وفيه واحد التقييد الاحتياطي ديال ورثة لفائدة ورثة ابراهيم مبارك والسيد عبد الكبير ايت علي بن مبارك والحج التحفظي والتقييد الاحتياطي ديالهم. قال لي راه عندكم 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 محامي تينوب عليكم، وراه جا راه قدم طلب للمحافظة وكيطالب باش نطهروا العقار من الحج التحفظي والتقييد الاحتياطي نيابة عنكم. حنا كورثة ابراهيم مبارك من تاريخ الإرث إلى الآن ما عطيناش الوكالة لشي محامي بصفة نهائية. بالنسبة لعبد الكبير أيت علي بن مبارك توفى في 2012، كاينة شهادة الوفاة ديالو اللي كتبت الوفاة ديالو في 2012، المحامي قدم الوثيقة للمحافظة تيقول أنا الموقع أسفل على الأستاذ فلان نيابة، أشهد نيابة عن موكلي السادة ورثة إبراهيم بن مبارك اللي هو أنا وخوتي أمي والسيد أيت علي والسيد عبد الكبير أيت علي بن مبارك اللي هو عمنا بتنازلهم على الحج التحفظي والتقييد الاحتياطي المقيد على السك العقاري عدد كذا كذا، وذلك لوقوع صلح مع المسجلين ضدهم. حنا الصلح اللي تيقول بانه الصلح راه كاين الصلح بين الاطراف، ما كاين الصلح بين الاطراف بين جوج 2021، كاين وحده كاينه في 11 جوج 2021 وكاينه الاخرى تلكم استاذي في 2020. السيد توفى في 2012 11 جوج، هو قدم الوثيقة للمحافظ تيقول نيابة عن السيد عبد الكبير ايت علي بن مبارك، 11 جوج 2021 قدم الوثيقة للمحافظ تيقول نيابة عن السيد اللي هو توفى في 2012. السيد توفى في 2012، تنرجعو لورثة ابراهيم بن مبارك
ولا السادة كما جاء في الإشهاد ديالو تيقول بأنه نيابة عن السادة ورثة إبراهيم مبارك. السادة ورثة إبراهيم مبارك عندها واحد الأخت توفت في 2013 اللي هي سميتها رضيا آيت علي، توفت في 2013 وهو قدم الإشهاد واحد قدمه في 11/2/2021 والآخر قدمه في 2021. رضيا توفت في 2013 وسميتها استعملات 11/2021. عبد الكبير آيت علي بن مبارك توفى في 2012 وقدم الإشهاد 11/2021. ما عرف واش هاد السيد هذا المحامي هذا واش مشى الآخرة مشى نزل القبر حتى عطاو هاد الناس الوكالة، والله ما عرف شنو ما مفهومش. وذلك ليوقعوا صلح كما جاء في الإشهاد، وذلك ليوقعوا صلح مع المشجلين ضدهم. من هما المشجلين ضدهم؟ لا ما كاين صلح بين الاطراف. حنا كورات ابراهيم بن مبارك معطينا الوكاله، السيد عبد الكبير ايت علي بن مبارك توفى في 2012. المهم خديت هذه الاشهادات مشيت قدمت شكايه للسيد الوكيل العام في محكمه الاستئناف في مراكش، ما جاوبوني على الشكايه ديالي على مده 3 شهور اونس. ملي جاوبوني بالحفظ، جاوبوني بالحفظ. عاود تاني درت قدمت طلب ديال الاخراج من الحفظ، جاوبوني بنفس القرار. 5 مرات قدمت طلب ديال الاخراج الشكايه من الحفظ وتجاوبوني بنفس القرار. القرار ديالهم تيقول بانه هما بناو على القرار ديال النقيب. النقيب راه تاخذ فيها الحفظ وهما كذلك تاخذوا فيها الحفظ. كتبت واحد سميتو الشكايه لرئاسه النيابه العامه في هذا الموضوع. الحمد لله راه عندنا الثقه ديالنا في القضاء، الملف راه باقي تيروج في القضاء الحمد لله، وسميتو عندنا الثقه ديالنا الثقه الكامله في القضاء، القضاء المغربي. وكنوجه النداء لسيدنا الله ينصرو. احنا اللي كنطالب غير حقنا وحق الورثه ديالنا اللي مشى لينا من هذا العقار. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.